وآخر واحدة. لا يمكن لي إدخالها. هيا اقفزي عليها. استمري. مهلا، ماذا تفعلان؟ يمكنني حل هذا. مكنسة كهربائية. ماذا ستفعل؟ نجلب كيساً بلاستيكياً، نضع الألعاب بداخلها، ثم نقوم بتفريغ الهواء. نعم، كل الألعاب سوف تدخل الآن في الحقيبة. رائع. المزيد من الحيل والأفكار في هذا الفيديو. ترقبوا. أريد قضاء حاجتي. حسناً، تماسك. هذا المرحاض العمومي أشبه بالقمامة. ما هذا؟ أوتش، أوتش، لقد خربت جواربي. هل هذا اللبلاب سام؟ مهلاً، لدي فكرة. إنها تستخدم الجوارب الممزقة كغطاء للمرحاض. الآن يمكنك استخدامه يا عزيزي. أخيراً. شكراً أمي. بالتأكيد. دعنا نذهب. شكراً لك. ماذا؟ على الهدية. استعدي. اثبتي. لتلك الطيور. يريدون الانتقام. لا. أوه. ما هذا؟ براز طائر على شعرها. لدي حل. إنها تنظف شعرها بأداة صبغ الشعر. رائع، أليس كذلك؟ انتهيت. رائع، شكرا أمي. أوه لا، فعلوها على الكلب. يبدو وكأنه كان طائرا كبيرا. لا تقلق، لدينا الحل. نحن نذوب. ها؟ ماذا لدينا هناك؟ كتلة من الجليد بالطبع، مباشرة على رأسي. ماذا؟ ذابت بهذه السرعة. لدي شيء أفضل. لقد ذاب الآيس كريم أيضا. أوه، ماذا سأفعل؟ أها، لدي فكرة. أترون هذا؟ تدا! لقد صنعت مروحة يدوية بالزجاجة وعصي الآيس كريم. برد الآيس كريم الخاص من فضلك. بالطبع. رائع. مذهل. الجميع سعداء الآن. كيس شفاف. نعم، سأمازحهما. ليس لديهما أدنى فكرة. مرحبا، أتريدان اللعب؟ أولى. أوه، لا بأس، سأجلبها. وقد وقع مباشرة في الفخ. أوه، هذا غير مضحك. أعطني هذا. أتعرفون ماذا سأفعل؟ ماذا؟ مسرح دوما. مبدع. إنها تبلي جيدا. هذا صحيح. وكذلك الدوما. هل هذا قوس؟ وسهم بالطبع. شيء ما أصاب سريري الهوائي. لا، أخطأت الهدف. أوه، ما هذا الآن؟ كيس البلاستيكي؟ حسناً. لماذا ينفخ الكيس؟ لفعل هذا. شاهدوا. لقد صنع سترة للنوم بأكياس بلاستيكية. هذا يبدو مريحاً. أبي، أبي، أريد واحدة أيضاً. لا مشكلة يا عزيزتي. أسرة هوائية خاصة بهم. رائع. أوه نعم. ارتاحا جيدا. سنفعل. شرب الشاي في الحديقة هو الأفضل. أمي، أنا جائعة جدا. حسنا. أوه، أعطوني طعامكم. لقد أخذ كل طعامنا. أنا آسفة جدا. هل هذه كرة؟ إنها بيضة عيد الفصح. هناك المزيد. هل سوف تطبخهم؟ بهذا الجذع والألمنيوم. مذهل. وسنستخدم هذه الصخرة لكسر البيض. أرأيتم؟ سهل. وانتهت. البيض جاهز. ممتاز، تفضلي. رائحته ذكية. لقد أحبته. يا له من يوم جميل. هل بدأت تمطر؟ أخشى ذلك. ماذا سنفعل؟ مهلا، لدينا مظلة. حسنا، هذا أفضل. إنها عاصفة.
شماعات. أنا أعرف، ربطت المظلة بالشماعات وارتدتها كحقيبة الظهر. هكذا لن تتحرك. فكرة مثالية، أعرف ذلك. أحتاج لقضاء حاجتي الآن. هنالك مرحاض، استخدمي هذا. أوه، هذا مريح. أتحتاجين لمنديل حمام؟ هذا مقزز. أوتش، إيو. مهلا، زجاجة فارغة. لدي فكرة، حامل منديل حمام مصنوع من زجاجة فارغة. أحسنت، شكرا. الآن انصري. صباح الخير، أسنانك سوداء. لا، يجب أن تنظفيها الآن. أوه، لا أريد. لماذا؟ أنت، أيمكنك مساعدتي في شيء ما؟ بالتأكيد. يا له من نفس كريه. الآن أتريدين تنظيف أسنانك؟ لا، أوه، أريد اللعب مع باربي. أمسك. أوه، أعرف ما يجب فعله. غطاء معجون أسنان باربي. يا لها من فكرة رائعة. واو، انظروا كيف تحب التفريش الآن. لا تفوت أي بقعة. انتهيت. رائع، أسنانها تلمع الآن. يحب الأطفال اللعب في البرك الموحلة. لا، انظروا، لقد وسخت حذاءها. لكن يعرف ماذا سأفعل. جوارب ومسدس غراء. جار إضافة التفاصيل. وانتهت، نضعها تجف. الآن لدينا أحذية مقاومة للماء. حيلة ذكية. رائع، مقاوم للماء وأنيق. وقت الإفطار، ماذا لدينا؟ كورن فليكس. اختيار رائع، أنا أحبه. كل ما نحتاجه هو الحليب. رياح. أنا آسفة، لكن لدي حل. فقط نقص ثقبا كبيرا في صندوق الكورن فليكس، يتحول إلى وعاء جميل ولا شيء يسقط. ممتاز، رائع. نقانق مشوية في المخيم. مهلا، يمنع إشعال النار في الغابة، يجب أن أطفئها. لا تفعلي ذلك مجددا. لكنني جائعة. مرحبا يا سيدي، الأمور تحت السيطرة. ما الذي يتحدث عنه؟ لا أعرف، لقد أطفأ النار. ماذا سوف نفعل؟ لدي فكرة. نقص البطيخ لنصفين، ثم نضع بعض الفحم فيه. نضيف الأسياخ لجعلها تبدو كالشواية، ويمكننا طهي النقانق الآن. تبدو لذيذة جدا. لذيذ، ممتاز. يوم ممتع على الشاطئ. أتريدين بعض العنب يا عزيزتي؟ لماذا؟ أقدامها متسخة لكنها لا تتوقف عن الرقص. أو لا، أنا أعرف. شبشب وفرشة. نضع الفرشاة بالشبشب، ثم نرتديها وندخل الماء. نفعل كما تشاهدون. رائع، ممتع جدا. أقدام نظيفة تماما. أم عبقرية. تحضير الحقيبة للعطلة ليس بالأمر السهل. هل أنت بخير حبيبتي؟ ركبتيك تبدو سيئة. ضمادات، شكلها جميل لكن سروالها تمزق. أنا أعرف، ملابس قديمة. نقص جزءا منها ونصنع أشكالا تشبه أسنان الوحش. لطيف جدا. ينقصنا شيء. القبعات بالطبع، ممتاز. استمروا في مشاهدة المزيد من الحيل والأفكار. الإخوة يلعبان بالكرة وخربا الخيمة. لا، هذا ليس جيدا. لقد عملنا بجد من أجل هذا. لقد كان مجرد حادث. تفضلي يا أمي، تناولي بعض الحلويات. أنا أعرف، لقد حولت الأطباق الورقية إلى مضارب. والآن لنستخدم بالونا بدلا من الكرة. حسنا،
تم حل المشكلة. يا لها من عائلة جميلة. رائع. لا، سقطت باربي على الأرض. سألتقطها. مزقت بنطالها. يا إلهي، من الأفضل أن أفعل شيئاً ما. مبدع جداً. حان وقت حيل الأبوة والأمومة أثناء السفر. ما هذا؟ أمي، أنا خائفة. هنالك وحش بالخارج. أوه حبيبتي، انتظري، أعرف ماذا سأفعل. ننفخ بالوناً ونغطيه بمنديل الحمام ونطليه. الآن لدينا مصباح. ويمكننا تخويف الوحوش. تصبحون على خير. تم اقتحام موقع المخيم من قبل زائر كبير. ماذا؟ رقيق جدا، لكن مصاصتي خربت الآن. مهلا، لا يمكنك أكل ذلك. ولكن أريدها. انتظري، جربي هذه الأداة الجديدة. لا مزيد من المصاصات المتسخة. دونت. آيس كريم. إنها تقطر في كل مكان. سأنظفها. لدي فكرة. أوه ذكي. لا تقلق، سأنظفه بسرعة. أوه حسنا. يمكننا أيضا تزيين شعري بها. وقت السيلفي. أحتاج للتبول. افعليها هناك. ساعديني، أنا عالقة. أوه لا. حبيبتي، هل أنت بخير؟ لقد اخترعت شيئا صغيرا. نحتاج فقط لمقعد المرحاض. ممنوع النظر. مو مو. هو الكاتشب. نم نم. الآن سطيرتي. ما هذه الفوضى؟ أوه لا. مهلا، ما هذا؟ أعطني هذا الآن. قميصي. سأنظفه. نضعهما في كيس مقاوم للماء ونضيف بعض الماء، بعض الصابون، والآن نغسلهما يدويا. نظيفان تماما. رائع، شكرا لك. أين شطيرتي؟ أو لا. ماذا تفعلين؟ دعيني أنظف هذا مجددا. لا، حان الوقت لغسل وجهك. تعال إلى هنا. سحقا. أوه نعم، لدي قوالب الآيس كريم هذه. نضع الصابون بداخلها ونجمدها. أها، لدي شيء لك. آيس كريم. استخدميه على يديك.
الآن لنشطفه. وأخيراً بالمنشفة. انتهيت. كل شيء نظيف. حسناً، حان وقت الشواء. رائع. انظروا كم أنا متسخة. أوه لا، توقفي. توقفي عن ذلك الآن. علينا تنظيف يديك قبل الأكل. خذي هذه المنشفة المضغوطة، ثم كل ما نحتاجه هو الماء. مدهش، يا له من اختراع مفيد للتخييم. كل شيء نظيف. رائع، لنعد للشواء. هذا عال جدا. ماذا نفعل؟ لا أدري. ماذا لو استخدمنا هذه الدمية؟ رائع، لنعود للنوم. أوه، لم يفلح. استيقظي، افعلي شيئا. حسنا، ماذا عن شريط الفم؟ لنجرب. أنت أيضا. من الجيد أن لدي شريطا آخر. أخيرا، حان وقت حزم الأمتعة. أريد دبدوبي. حسنا. إنه كبير. أوه نعم، لنغسله بالماء الساخن. انظري، لقد تقلص. انظري لهذا. أريد دبدوبي الكبير. ماذا؟ ما المشكلة؟ سنستخدم المضخة. نعم، فلننفخ. أعد كبيراً مجدداً. نضعه في كيس ونستخرج الهواء. انظروا، الآن سيكفي في حقيبة. رائع، شكراً لكما. دعونا نذهب. كنت عطشانة جداً، شكراً يا أمي. وقت البرجر. حسناً، لنجلس ونستمتع. أوه، لماذا تبللت؟ أوه لا، زجاجة الماء. لدي فكرة. انظري ماذا صنعت لك. يا لها من أم مبدعة. صباح الخير يا سيدات. صباح الخير. هذه الأنفاس الصباحية مقرفة. انتظري، لننظف أسناننا. لكن فرشاة أسناني مكسورة. لدي هذا، يمكننا استخدامها كمقبض. نضع معجون الأسنان بداخلها. حسناً، جاهزة للاستخدام الآن. أوه، إنها تعمل. أنفاسي منعشة الآن. جيد جداً. حسناً، لنحضر أغراض النزهة. هل ناولتني السكين؟ حسناً، بالتأكيد. لقد جرحت نفسي. أوه، حسناً، انتظري. أعتقد أن لدي ضمادة في مكان ما. حسناً، والآن لنصنع غطاءً للسكين من الغراء الساخن ونزينه ببعض اللماع. وانتهينا. جربيها. أوه، رائع. لن أجرح نفسي بعد الآن. رائع. الأم مشغولة بنفخ العوامة وتركت نظارتها الشمسية على المنشفة. أمي، أوه لا، أعتقد أنني كسرتهم. لا
شيء لا يمكن إصلاحه بشريط لاصق. أوه شمس، أين هي نظارتي؟ ها؟ لدي فكرة أفضل، يمكنني استخدام الأدوات البلاستيكية هذه، فقط نذيبها قليلاً ويصبح لدينا نظارة شمسية أنيقة حقاً. لقد صنعت واحدة لك أيضاً. أوه، تبدو رائعة جداً. مارشميلو، ها؟ أحمر شفاه. إنه لي الآن. انتظري، لدي فكرة أفضل، كل ما نحتاجه هو واقي الشمس. يبدو لطيفاً. فقط انتظري. ياي، لدي خطوطتان. الآن لأمي. جمعت بعض الزهور. يا له من تصميم جميل، شكراً لك. لنلتقط صورة تظهر خطوط التان. أمي، ساعديني. ماذا حدث؟ لدغتني بعوضة. دعيني أفكر. أوه، أوبس، من وضع هذا هنا؟ لقد أعطيتني فكرة للتو. قشر الموز يشفي من لدغات البعوض. كيف تشعرين الآن؟ أفضل بكثير. ياي ياي، شكرا أمي. مرحبا أعزائنا المتابعين، ألم يكن ذلك ممتعا للغاية؟ ما رأيكم في هذا الفيديو؟ هل لديكم أفكار خاصة بكم؟ إذن شاركونا إياها في التعليقات أدناه. وإذا أعجبكم هذا الفيديو فلا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في قناتنا. ترقبوا المزيد ونراكم قريباً.